ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين And had we willed we would have transformed them into apes or swine or stones in their place 508 Makanatahim variant reading has Makanatahim the plural of Makana meaning Makan in other words in their dwellings then they would have neither been able to go ahead nor to return in other words they would not then be able to come and go. And whomever we give long life, by prolonging his term, of life, we cause him to regress, Nankushu, a variant reading has, second verbal form, Nanakshu, derived from Altankis, in creation, that is, in terms of his physical form, so that after having enjoyed strength and youth, he becomes feeble and decrepit. Will they then not understand, that one who is able to effect such, a state, with which they are familiar, is also able to resurrect, that they might then become believers. A variant reading, for Yakaluna, they understand, has, the second person plural, Takaluna, you understand. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا
إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون. When we sent to them two men, and they denied them both, from it arsalna ilayhim ithnaini fakadhabuhuma to the end is a substitution for the previous id, when, so we reinforced them, read fa azazna or fa azazna, in other words, we reinforced the two men, with a third, and they said, we have indeed been sent to you, by God. They said, you are nothing but humans like us, and the compassionate one has revealed nothing. You are only lying. وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون Truly then,
In other words, in the case of me worshipping gods other than God, I would be in manifest error. Lo! I believe in your Lord. So listen to me, in other words, hear what I have to say, but they stoned him and he died. It was said, to him upon his death, enter paradise. But it is also said that he entered it while he was, still, alive. He said, oh, Yah is for calling attention, to something, would that my people knew. With what, munificence, my Lord has forgiven me, would that they knew, of his great forgiveness, and made me of the honored ones. وَإِن كُلٌّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ وَآيَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ أَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِنْ نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ لِيَأْكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلَا يَشْكُرُونَ سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. And a sign for them of the tremendous power of God is the night, from which we strip, we separate, the day and, behold, they find themselves in darkness, passing into the darkness of the night. And the sun, which runs from Wal Shamsu Tajri to the end of the statement, is subsumed by the introductory Wa'id and Layam, and a sign for them. Alternatively, it constitutes another sign for them. Similar is the case with Wal Kamra and the moon, further below, to its resting place, in other words, it does not overstep it. That, namely, its running, is the ordaining of the Mighty, in His kingdom, the knower of His creation.
وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون They hum the subject and their spouses, beneath the shade, xylo is the plural of zula or zil, and is the predicate, in other words, no, blinding, sunlight affects them, reclining upon, matakiyuna is a second predicate, connected to ala, upon, couches, erik is the plural of erika, which is a bed inside a curtain canopy, or the bedding therein. 507. They have fruits therein and, therein, they have whatever they call for, whatever they wish for. Peace. Salaman is a subject, the word, kalan is its predicate, that is, peace, by way of a word, from a Lord, who is, merciful, to them, in other words, he says to them, peace be on you. اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم
تكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكس في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون They, their gods, cannot help them. They are being treated as though they were rational beings. And they, their idol gods, are their host, as they claim, their supporters, ever present, but, in the fire, together 509 with them. So do not be grieved by their remarks, to you, that you have not been sent, by God, and otherwise. Assuredly we know what they conceal and what they proclaim, in this respect and otherwise, and we will requite them accordingly. واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما
قال له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون.